أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي العراقية الفضائية، وهذه حلقة جميلة ومميزة من برنامج واحة المبدعين. رمضان كريم عليكم يعود بالخير والمحبة والسلامة، ويعود على ضيوفي الكرام. أرحب بضيفي الفنان حسام فريد، أهلا وسهلا بك. رمضان كريم. أكيد حبيبي، رمضان كريم عليك وعلى قناة العراقية الجميلة وعلى كل العراقيين. أرحب بك وأرحب بضيف الكريم، أهلا وسهلا بك، حياك الله. أهلا وسهلا بك. اليوم احنا ضيوفنا مثل ما تشوفون مبدع في مجال الغناء والطرب، ومبدع في مجال طب الاعشاب. ارحب بضيفي الحاج شاسب ابو زامل، اهلا وسهلا بك. هلا بك عمك، هلا بعد عمك. ارجوك رمضان كريم ان شاء الله عليكم وعلينا وعليكم، يحفظكم وشبابكم، وان شاء الله نصر للحج الشعب. امين رب ان شاء الله من حقك تطالب. الله يوفقك على هذا الدعاء الحلو مال كباريتنا. حلوه سوالف اليوم، راح تكون حلقة مميزة أكيد، لأنه شاب مبدع مع شيخ كبير في العمر وهو مبدع أيضا، يلتقون في مجال الإبداع، مبدع في مجال طب الأعشاب ومبدع في مجال الغناء والطرب. هو هن دائما يعني يحكون بالأعشاب، وأصلا كان قبل الطب كله بس أعشاب، ماكو أكيد دكاترة ودكتور. ما أحد عمك، وينك وطب شو قبل؟ ماكو. اي الحمد لله والشكر. اكيد احنا راح نحكي بهذا المجال ونستغل وجود حجي شاسب بعد ما نستفسر عن معلومات، لانه انت بصراحه حسام نجم مبدع من نجوم ذا فويس برنامج العربي. رفعت راسنا بصراحه، تباهينا بيك هواي، وانت اهل يعني للابداع. يعني كنت رائع وكنت خفيف ظل وكنت صاحب كاريزما جميله في صوتك وشكلك. فدوى قلبك، انت الاجمل. الله يسلمك. احنا بصراحه مو بس القنوات الاخرى يعني ظهرت عليها، احنا نريد نسمع صوتك من خلال حلقتنا وبرنامج واحة المبدعين، نسمع شيء من عندك. يلا نسمع، ماكو مشكله. اشقد احبك يا ناني، اشقد احب جرحك لي، لو بدي انا اكرهك انا احبك مو بدي. من وراك اسهر ليالي اني ميت، من وراك والهوى انت بحياتي، ليش خانقني هواك؟ اش قد اخاف اني عليك وانت ما خايف علي. الله. انتقل الى الحاج شاسب، ارحب بك مره ثانيه حجينا الغالي. رايك باصوات الشباب او رايك بصوت حسام؟ والله حسه حلو هو، بس انا لا يزعل منه، انا اسمع داخل. الله يرحمه المرحوم داخل، هو اكيد ركيزه هذا. هؤلاء هو الاصل والفصل، الغناء القديم داخل يا خضر. داخل كان شويه من يغني بقلبه. تحب صوته. ورايك بحسام؟ احسه حلو هو، حلو فدوى قلبه. كلكم حلو، عيونك الحلوه، عيونك. الله يحفظكم ان شاء الله شبابكم بعد عمك. الله يوفقك ان شاء الله. الله يسلمك. حجي حافظنا شيء داخل؟ الله يعني ما وين حس مني يعني هيك يعني برنامجنا لما حبايب واحنا نطمع بسماع صوتك يعني. الله يسلمك، بس انا ما عندي حس شويه بعد بهالعمر. مو يلا حجينا ولو هيك فد شيء بسيط. والله ما اقدر بعد عمك، كان مستحي. انا ما مستحي، انا ما مو شاي سالفتي. اي طبعا هو الغنى والشعر كل واحد له رادله جرعه يعني ما عندي انا هاي الجرعه، ما عندي جرعه. اي راد لجرأة اكيد، يعني اهل الجنوب جماعه يعني اهلنا وناسنا ما يحكون بال يعني كل محافظه لها لهجتها الخاصه. اكيد احنا مو بعيدين عن هذه اللهجه. ست امور حكيت وانا ثلث حكيكم ما فطرت. ما ادري وين رايح ولفوله وهاي، بس انا هاي لفله يعني اختاره كاظم الساهر.
اي حجي اذا نسالك باختصاصك ومجال ابداعك. احنا بصراحه سالنا حسام وتعرفنا على امور، الحلقه مستمره اكيد راح نسالك اسئله كثيره. حضر نفسك حسام، ماكو مشكله. مجال ابداعك حجي. والله انا ابداعي هو بالطب الاعشاب. احنا هاي ابا عن جد وعمامنا كانوا قبلنا هم سولف هذا الولد. ايه بعد ما يعني مستمرين احنا. ايه هو وطب الاعشاب بعض الوادم ما تحترمه حسبالهم وهيت عدالهم سالفه. شنو رايك بطب الاعشاب؟ والله هو الطب الاصيل يعني انا هسه اكثر الناس في دول هذا المثقف ويفتهم العده واعي شويه يعرف هاي، بس ما عنده واعي حسبالهم جيبه وخربط مو شيء تخبطه وطيب وخبره عافيه وبعدين كل مرض له لكل داء دواء. اي اكيد حجي. هسه انا صوتي شويه يعني من الغنى ضرب، فاي شخص اروح لاي مضرب يقول لي اعشاب زنجبيل خبطه. اي خبطه. شنو هي الخبطه؟ تفور الصبح وعريج قلاص تصير حسك شحلات تقول بلبل تدهول. يلا الله يسلمك وانت حسك حلو ان شاء الله عافر. يلا ورا البرنامج ما جايب هنا تجيني لازم وعرض لك هنا على راسي. الله يسلم سالم رازق سالم رازق. احنا عندنا بالبيت يحبونك ترى فدول قلبك. مو شنو تغني انت هاي مال هذا خلي مش اسمه ذاك طويل هم طويل ولد حلو شو تغني اغنيتك المشهوره؟ راحت من بالي ما ادري شو اسمها يعني. واكيد اكيد اغانيه حلوه. وحسام حسام شنو جديدك انت يعني؟ والله الجديد عمل قرب قرب صار لك يومين ما ايه لا لا مو اني حجي مو اني لا هذاك محمد السالم اكيد نوجه له تحيه للفنان. تحياتنا له طبعا. لا ايه اني بس مشاركه ما عندي يعني كليب، بس هسه بالجديد راح اسوي. ليش ما تربو كلاب؟ لا لا حجي لا نقطع شباب نقطع. لا حجي كليب يعني اشرح لنا الكليب. انا منطقتك يعني كليب يعني هسه يفهمك. اي لا اهم حقه تعرف ناس قديمين يعني. بالضبط حجينا الكليب يعني تصوير اللي يطلع بالتلفزيون. هاي الاغنيه تطلع الاغنيه يعني مال داخل كل كليبات. اي عافيه. رجعنا وياكم اعزائي مشاهدي القناة العراقية وبرنامج واحة المبدعين. والحجي شاسب يسترسل بكلامه. اي مرات يصير دواء ينعتونا اياه بعيد يجيبوه، ومرات الدواء لا موجود قدام العين بس خاطيته العين ما يعرفك ما يثمنك. اي مثلا عندك حبة الحلوة هاي لها اكثر من دواء وعلاج لاكثر من حالة. حبة الحلوة القلمطوزه هاي سووها للقلمطوزه للفلاونزا. اي هذا ما يفتهم هي تركض عليها بس هي بيها بعد سوالف. انا ما اعرف انا معلومه وصلتني يعني مو على مداني. لا لا كلامك مقطوع بعسل ان شاء الله سبقك بالموت. بس لا اسم الله عليك اسم الله عليك. القلمطوزه موش بس للفلاونزا بيها سوالف هوايه بعد. مثل ايش حجي؟ مثل يعني مثلا المقرب مثلا شلون انتم تقولون يلعب طوبه وانضرب اي ينكسر او الطيبه هاي سويها عجين هيك احنا نسميها مصبوطه وتلفها وعلى رجله طيب. ما في شيء ويقوم يعني اي بيها نسبه ما التخدير هي الغلمطوزه اي بيها نسبه ها وذا بيها نسبه شلون يقوم؟ مو شيء يقوم بيها نسبه ما التخدير يعني التخدير عن الالم بس اها بيها نسبه ما التخدير. وانت تقول يقوم شيء يقوم اذا مكسور من ما يحس بالالم كالطير يرقص مذبوحا من الالم ما يحس بيها بعد طير من الذبحه يرقص صح ما عنده قلب هو مصموطه بالخلفه ويرقص مذبوح راسه بصفحه وهو بصفحه ويرقص. اي وعندنا انا سنه من السنين من كنت بعمر كم شويه اصغر تونا خاطه شواربي لا يكذبني كنت بوحده مال عسكريه بالشمال نعتولي ابوي قال الله يرحمه. اي والله عذرا شنو يعني نعتولي؟ يعني صاحوني يمكن؟
نحتوله وصفولي وصفولي اي قالوا اكو عسل يجيب لنا اياه بس هذا يسموه جبلي بري يعني مو مال النحل غير هو العسل اي عسل مال النحل بس كل منطقه لها يعني بلبنان عسل الارز مال جبال الارز مال احنا مالتنا عندنا مال تمر هذا صناعي عندنا اي صناعي ناكلوني بعد اي طبعا لا اكو من الوريد ايه خيط ما ينقطع ما ينقطع ورحتوا قالوا قلت نشدت واحد من ربعنا وياي بالجيش لمنين يجيبونه وصف لي رحت خمسة الغروب علي تيات والله يا استاذ صارت سالفه بيا ما تسولف سولف لنا يا حجي من رحت لي شو اسمه يعجبك تسمعها هو سوالف ايه القديمه كلش بس خاف اطول عليكم لا ما يعني يعني انت بعد عود احنا نجيلها بالمونتاج خمسة علي الغروب انا تيات ما لقيت ذباله مش عسل ماذا ضحكوا علي ما ادري انا تيات ما اخذني الطيش وابوي بعد عزيز الله يرحمه الله يرحمه على ابو الشمار كاسب بالشمار كاسب جيب جيب يعني كل الفلوس يمه هو خطايا ما لا لا عسكر منين اقرط النعال ما عندي بس على ابو الشمال انا كنت القل بالجوز فزت ابو جوز اي كانت ضروس من رحت بالشمال ضعت بالجبل من ضعت بالجبل تيات لا لا صيح تردت ما مش مشت علي ليله وانا ماخذ زمنية موش إجازة شفت لك سيارة وروح أبوك ما مكذب عليك هالقد صادق صادق حجي بس إحنا نتمنى تحكي لنا بإبداعك حجي حتى وقت البرنامج مسافة بيها رباط أوكي حجي استمر شفت السيارة أنا قلت ما مذي لي واحد يجوز بعد بختي بخت أهلي ركضت من حالات بروحي بس رجل بالسيارة فتحت الباب صعدت ولانها ما مش لا سايق لا واحد بيها وتمشي السيارة زين أنا بعد تعارضت لا أقدر أنزل وين الطوشي لا أقدر أباوع سيارة تمشي مشيت لا يكذب من 30-35 متر ولانها إيد على السكان تمت حتى حسام مصور مش ما صدقت انا مصدق بس حسام ده يضحك ما اعرف يعني اسمع لنا خير نقطع يا شباب زبده زبده بيا رب اوكي نرجع وياكم اعزائي المشاهدين وحجي كاسب يسترسل اي من المده تريد على السكان انا تعارضت سياره بوحدها منين اجت هاليد هاي افتح الباب وبيك يا حين ايش رد ركضت وصلت للقهوه حكيت سالفتي قهوه هيك وادم تقول مسودن وادم تضحك علي لا تريد احنا نصدق اي انا من ركضت اقول لك من ركضت ما ظل عندي مكان ما تبلل من الخوف بعد اوكي اوكي حج والله انا بالقهوه وجو اثنين اي لانهم يباعون علي قالوا مو شامس صعد بالسياره واحنا نطلع بيها ثاني طلعت عاطله وانا من حالاتي بروحي صعدت يعني انت تقايل لك شيء يعني ما انا حد قالوا ايش بعد شيطان اي بيومها ابداعك حجي هو هذا رباطها يقول لك سبب صار الولد ذول الاثنين عاطل سيارتهم طلعوا هم يبيعون عسل حلو اخذت منهم بذاك الوقت بدينار وربع كانت مستوقه مش مثل هسه دينار وربع يا العده ربع قبل جبت ابوي مستوقه سوى بيها علاج مال حب الشباب. حلو. شك واحد وشه من قرش يسووها له. بالبدايه استغربنا وين سيارته بشوي. مو هو السالفه بيها رباط. حجي حتى تقول لنا بانه انت رحت تاكل هاي السفره بانه اكو عسل لحب الشباب هو لا موش العسل، لا موش العسل، عسل ويا خبطه. نقدر نعرف شنو الخبطه حجي؟ ما يصير كذا من قلت لك بعد اقعد بالبيت. مو احنا همين حقنا عليه لا بس اي واحد وشه من قرش يقدر يجي هنا للمحافظه وين يا محافظه موجود عندكم شلون رقمنا ارقامنا موجوده اكيد يا من يا محافظه البصره لا ما يصير يقول قال لا تحكي الاعداد قالوا لا تقول اي محافظه زلمه الولد استحل البر قال لا تحكي وين انت بيتك حجي احنا يعني عاده تعرفون علي من التسليب يمكن ما ادري لا لا حجي احنا كو سياقات نسويها بالقناه احنا يعني بالمؤسسات لازم يعني صاحب الاختصاص يحكي باختصاصه بس شنو بطريقه سطحيه يعني
شلون يعني على السطح؟ لا طريقه سطحيه انه تشرح عن المواد اللي تقولها بس مو كلها يعني بطريقه 100%. يعني توصل فكره للمشاهد على مود يعرف انه انت شنو اختصاصك. استخدم الطيوطه عندي بطيوطه. ها شنو طيوطه؟ لو طيوطه ما تعرفها؟ لا والله ما تعرف. والوادم تعرفها، زوزة البوة، حب الهيل، باس ورقة. الا بعد عندي ليش تصعبون هاي الامور بالكلام يعني؟ ليش يعني اساني فهمت بس اللي حب الهيل والحبة حلوة. لا سامع بيه المضغة؟ مضغة؟ لا ما سامع بالمضغة؟ لا هاي المضغة احسن من اللبن، من الشربة، من يصير عندك جالي. من تاكل المعدة. بالمعدة من تاكل المضغة شلون المط تركض؟ ما عندك جالي ابد، ما عندك اي حموضة تروح. حجي اول شيء اللي قاعد قدامك ضيف. لا مش علي استغفر الله، مش علي بني ادم. لا لا فاهم قصدك بس. لا لا بعد عمك انت مثل ابني. قطع قطع يعني تسجيل هذا يعني مش هذا قصد، انا ما اقصد هيك استغفر الله. انا اقول البني ادم اللي مع التجالي ياكل المضغه يركض مثل الحير كلبي. أيه بعد ما يعني قوي قوي يصير قوي قوي صلوات ويصير ما بي مضغه يعني ما بي وايحنا بعد عمك عشاب علاجات. أيه زين انت قاضيها كلها هذا الدواء تسافر حتى تجيبه؟ والله ما سافر، انا ما عندي جواز لليوم. اها اي اكو بعضها بس حسام عنده جواز وسافر وقدر يرفع راسه. انتم بعد ولدتكم شباب حلوين الله يحفظكم. انت الاجمل يا طيب الله يسلمك. يعني ما تم بعد الشباب حاجه خليني لي شويه مواد اذكر اخوي الله يرحمه. طلب من عندك؟ أيوة. طلب الحجي مواد كون اذكر اخوي. ايوه خلاص هيك خلاص شط مات هيك الله يرحمه. اندعم جابوا لنا الراس بصفحه خرب بيتي الرجل بصفحه. الله يرحمه الله يرحمه. اي أيوة والله يلا البقيه بحياته. احنا بصراحه لما حبايب وحجي احنا ما نريد نقلب لك المواجع بس احنا راح يغني لك الموال. روح ابوك كان ماكو فصل ما يدفعه، ماكو فاتحه ما يركض قدام الوادم. الله يرحمه ذبايح معذب حجي كلها كان كلبه من كلب زحمه بلوري الراس بصفحه الرجلين صح. بصفحه وسايق ما نعرفه لليوم لليوم الله يرحمه ان شاء الله. جينا كنا على هالدرب يعني كثر حاولنا ويا بالعشاب ما صار ما صار ما رد. يغني لك؟ والله بس كون على خلف. يا أيوة. على خلف؟ اي والله. هسه انت راح تصير الاب وهو مثل ابنك اوكي؟ بالمره. لا اكبر منه الله يرحمه. اه الله يرحمه. ايه. يا. اكبر منه بثلاث سنين يمكن. الله يرحمه. بيناتنا انا وبين خلف وبينه بس ستار. استغفر الله العظيم. حجي الله يرحمه. الله يرحمه. انا على راس ستار، ستار على راس خلف. ها يعني خلف اكبر منك بينه وبينه ستار. الله يرحمه. يلا سمعت موال حجي؟ حياته مش مثل وشي. تريد تسمع الموال حجي ولا والله اكون ممنون انا. تدل تامرني امر. لا استغفر الله. خمان امان امان. ولدش قد احبهم نفس بالروح دفعت سنين عمري وكبرتهم. يا خلف يا اخوي يا ابوي يا ابوي. الله يرحمه الله يرحمه حجي الله يرحمه. الله يرحمه حجي الله يرحمه. يا يابا يا اخوتك يا اخويا. حجي حجي الله يرحمه. حجي نقول يا الله. حجي ما شايف انت بعد عمك. يلا يلا قول يا الله. ما شايف برنامج يطيح الطير. الله يرحمه يا حجي. احنا ما قلنا تسمع الموال بدون ما تقلب مواجعك. راح يجيب لبن لابوي دحمه. خلي نعيد لك الموال حجي بس ما يصير. لا ما اقدر بعد اسمع موال، خلي يحكي بغير سالفه. اغني لك خليجي حجي. يا ليجي ها يا لا هيك فد شي خليجي كذا كيفك بعد. ها هي بتشيتنا صادو 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 صادو
رجعنا وياكم ونسمع صوت حسام فريد. في خاطري جرح إلى هذا التمسلت ما احبه. لا حجي يعني, يعني هذا اللون لون الغنى ما احبه. حجي ماذا ضيفي فنان حلو جميل. لا شفته من الساعة من غنى شلون. يعني انت ما يعجبك هذا الطور من الغنى؟ اي خلي على هنا. شلون غنى من الساعة؟ والله ما قضيت دموعي بسرعة. ها تريد ونين وكذا. لا هذا حجي احنا حجي عائلتك وايش قد انت اكيد رجال كبير اكيد عندك اولاد تحن لهم. الحمد لله الحمد لله انا متزوج كانت ام زهر عندي ثلاثه منها واربع بنات الله ما الله يحفظهم الله يحفظهم اكيد ملمومين ببيت واحد هسه. لا الحمد لله زلم زلم نسوان عرسن بس عندها عائله خيره شويه معوقه بلعت. يعني ما قدرت تعالجها؟ ما قدرت شويه يسموها شو اسمه عدم نمو عدم نمو براسها اسم الله عليكم. اي وستون اخذت لي جسمه بيت ارمله يعني تربيها لا تزوجت اخذتها يعني تزوجت اي متزوج اثنين بس هاي صغيره بس ما عد منها ما اي قد عمرها تقريبا يعني الله بقدك هيك ها بقدي اي حلك شويه اصغر منك انت عادل بيناتهم ايش حد يا عادل هذا لا عادل يعني بين نسوان احنا اكيد انا دين انا ترى دين اعرف الله وحقوقه ما يعني بس شويه صغير تعرف لذه اي ما اخذ شويه من وقتي ليش اكذب عليك موت هذا بالعكس يعني حتى اذا كانت لذه ولو هسه احنا بال يعني العصر الحديث كبيرة يختلف الموضوع كبيرة هي ولدها ما لاقي لهم ما سالفة اللي انعرست وما ادري شلون ما لاقت لهم والله وين ما يروحون ينحثلون ابونا هيك ابونا هيك يا وسخ حجي مو انت يعني عمرك مو مال الزواج بصراحة يعني لا 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 ترى عمك بعدني ايش قد يعني عمرك؟ الخير منك شال احشاب بعد المد انا هسه مرت حامل الجديدة ايه الحمد لله الحمد لله والشكر حامل الله يرزقك يمكن هيك لهل شهرها لهل شهرها ايه وان شاء الله الله يرزقنا ويرزقكم احنا عندنا شكوى مال حبايب عليك من جيراننا هذا جارنا مطيرتش والنار كله على السطح لا بد لا نصيح علي انا مرت صغيره واستحي مطيرتش على السطح شو يسوي؟ لا حجي احنا عندنا شكوى عليك من داخل بيتك منين؟ يعني ابنك يعاني من عدم روحتك البيت مرتك الاولى ام جهاد يا منهم هاني اشوف ليش قلت لك يا منهم بيا رباط هذا دبسز وما يستحي انا بدي اجيب اعتذر لك لا لا, لا بعد عمك خلينا متونسين بهالشوف هاي يعني الخاطر حسام حجي حجي خلي قلبك كبير ابن ابن يقول لابوه انت مراهق يصير بحظك وبوختك ابن ابن يقول لابوه انت مراهق لا ما ترى انا ما ادري شنو المراهق بس هم قلبك كبير يعني من خلال البرنامج انه هم شلون انا عرست على بنت بعمرهم هم استنحسوا اي طبعا يعني انا واحد من الناس هسه احنا كشباب طبعا نستنحس يعني انه ابونا يتزوج بس يعني انت حقك وهو حقه تدري ايش كثر انا عايف الفلوس يا ما تدري هو هذا بالذات قلت الصغير وخطيه عايف له 3 ملايين الا ربع خسرهن بالدنبله دنبله يلعب الليل كله هو عايش ببغداد بغداد دنبله او حديقه الامه وما ادري شلون تعال حبيبي تعال هاني هاني تحترم ابوك استغفر الله وتسمع كلامه السلام عليكم سلام عبد الله سلام حسام هذا ابوك لا لا واقف تحكي وياه بكلام مؤدب ويعني يعني يستحق الاحترام ولا ما يستحق؟ طبعا يستحق طبعا اي طبعا بس الصوت مو من عندنا يعني هو الغلط من عنده يعني ما احتراماتك شفت؟ ها؟ يعني ما يعني تبهدلنا شفت يا ما شفت؟ تعال قول تعال لا استاذ وقفنا بس تبهدلنا يعني تبهدلنا بهدلنا يعني مو حاله هاي وين مو يا فلوسك؟ يا فلوس فلوسك علي ما قضيتهن يا فلوس اخذتهن وطيتهن لهاي يا هي هاي هسه اللي اخذتها ليش مبهدلنا هسه العالم كله تشمل فيه العالم كله عمك ذاك كون تروح له فدوه فلوسك اخذت لنا الهايه منو تاج راسك ليش عفتنا انت وخليت المؤسسه كلها تشمت فينا ليش مخواله ساكن مخواله
يا طلع هذا هذا اسلوب، هذا اسلوب استاذ هسه التبريد، هسه هذا اسلوب ما له زين. انا هسه انا احترم، انا احترم مو مثل، انا احترم وتوادم، انا احترم مو مثل. لا تحرم، قول يا الله، قول يا الله. انا احترم، انا احترم. لا مو على شيء، لا 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 تعليج تعليج حجي، ما يصير حجي، ما يصير. ليش هسه احترم يا حجي؟ ما يصير. هذا وليدك، علم من السلوب، هذا وليدك يا حجي، علم من السلوب. انا النوم قول يا الله عمي، حله حله. ليش ليش هسه هسه قدامك يا لا حجي، دخيلك دخيل حجي، وخر التفاحات ما تكفهم دخل يا الطين مجات هسه قام دخل يقول الطين مجات حضن ما هسه غير انت غير جيد علي، هو جيد علي غير، وانا خاف من عزام يا ابوي كامل بعد هو صبه وقباله غير خاف، والله اريد كامل ماكو بتعرف المكان اريد اشوف كامل ماكو سد علي الجسم شو قبل عزام حبيبي طبعا اخوك كامل مدلل كنت راقي انا راح اقوم احكي مثل الاستاذ كامل صار كنت وكنت لا اسمع انا افكر حسام شنو رايك بالفكره بشرفك؟ والله فكره حلوه. انا شو تخيلت؟ انه احنا هذا كله راح يطلع على الجو، انه شلون المسامح كريم وراح يضرب فاني لازم انت شرف انه وانت رفعت اسم البلد اكيد يعني نتمنى لك التالق والابداع في دول قلبك. جمهورنا حلقه مميزه اكيد رضيتوا عليها، ونجم مميز هو بعد حسام فريد عرفتوا له، ابرم له وبرم تضرونا باكر ومميز ثاني الله لي يدري شو اطلع ويا شايب يجوز ما راح اوجه طحت بيه من الحراقيل طبعا صادوه هذا البرنامج برعاية دينكا ست ساعات عن ممكن أرجع. هذا سلوك دكتور هذا. يا علقة مصموطة بالحبل. أبالي فلس. ستة دينا. الله أعلم. قطة يرقص مذبوحة من أنا نبي. الاسكا. تعرفه يعني. ليش؟ لا. لا أرموه. ما أدري متى أخوي علي. جيبك جيبك.